قناة قراءات تقدم. الحمد لله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الناظر في شرع الله جل جلاله يقف إجلالًا وتقديرًا وتعظيمًا لهذا الشرع الذي أنزله الله على هذه الأمة، الذي أنزله الله لهذه الأمة شريعةً غراء ما تركت الجسد ولا تركت العقل ولا تركت الروح ولا العاطفة، جمعت بين جوانب شخصية الإنسان ليكون الإنسان عابداً لله ببدنه وبعقله وبروحه وبعواطفه وبجميع وعلى جميع أحواله. شعاره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. نعم، أمرنا الله جل جلاله أن نسلم له، أن نؤمن له، أن نحسن كما أمرنا جل جلاله أن نتنافس ونتسابق ونتسارع إلى مرضاته جل جلاله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإسلام ميدان للمنافسة، والإيمان ميدان للمنافسة، والإحسان ميدان للمنافسة، ونتائج المنافسة يوم القيامة، يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما كسبت، يوم تجد كل نفس ما قدمت، يوم يجد الإنسان عمله، يوم يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. دخل الدنيا من دخلها، وخرج منها من خرج منها، وكل داخل إليها مسطورة أقواله، مكتوبة أفعاله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الكافر ينظر فيه فيقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. والمؤمن ينظر فيه فيجد الأعمال التي قد ضوعفت وقد قبلت، وتلك الأخرى التي قد محيت وبدلت، فينادي: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. نعم، إنما هي أعمالكم يحصيها الله جل جلاله لكم، ويقدمها لكم يوم القيامة، وتجدون آثارها في الدنيا. فمن يعمل مثقال
ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المؤمنون، بينما الصحابة الكرام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد اكتظ المسجد بهم، إذ دخل ذلكم الرجل الجميل الطيب الأنيق شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، ليس كالأعرابي الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شعثا غبرا وليس معهم من الأخلاق والأدب شيء، ينادونه يا محمد يا محمد. ومن الأعراب من ذكرهم الله عز وجل، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا مظهره يخالف مظهرهم ومخبره يخالف مخبرهم، إلا أن أسئلته والمنطق الذي نطق به يوافق منطقهم. ليس من الصحابة فيقول يا رسول الله، وليس من الأعراب في شكله، إلا أنه يسألك أسئلتهم يا محمد، ولا يقول يا محمد إلا أعرابي ليس من الصحابة. جاء جبريل بهذه الصورة وبهذا المنطق وتجاوز صفوف الصحابة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ونطق فقال يا محمد. سبحان الله، المنطق منطق الأعراب والهيئة مختلفة عن هيئة الأعراب. يا محمد، والآذان صاغية للسائل والمسؤول. يا محمد أخبرنا عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ميدان للمنافسة بين الشاهدين. فكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ميدان تسابق فيه المتسابقون وتنافس فيه المتنافسون. قالها الصديق وقالها عبد الله بن أبي وشتان بين القولين. قالها الصديق فصدقه الله، والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول هذه الأمة وأتقى هذه الأمة، ويتجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. لأنه يوم نطق وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، قالها بجنانه وقالها بلسانه وقالها بأركانه، وكان صادقا عند قولها وبقي مستقيما عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، ينطقها أبو بكر وينطقها الصحابة من بعده، فكان أول المسلمين بعد رسول الله. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وهناك وما أدراك ما هناك، في يثرب يأتي أقوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فينزل القرآن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
إنه الصدق وإنه الكذب، إنها كلمة خرجت من أفواههم ولكن لم تخرج من قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. أما صحابة الكرام فخرجت الكلمة من قلوبهم وعلى ألسنتهم وعلى جوارحهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما أولئك الكذبة الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله وقالوا أنهم يشهدون أن الله هو ربهم، هؤلاء قالوا إنهم مؤمنون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن هذا المدخل الأول للإسلام هو المفرق الأول بين المسلمين والمنافقين والكافرين. أما المسلم فصلاته شعاره ودثاره وأول معالم إيمانه. قال جبريل يسأل النبي أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا المدخل للإسلام. فماذا بعد ذلك؟ قال وأن تقيم الصلاة. نعم، هنا المفرق الأول بين أهل الإيمان وأهل النفاق. أما أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أهل الإيمان أهل المحافظة على الصلاة الذين هم على صلاتهم يحافظون، أهل الديمومة على الصلاة أهل المحبة للصلاة، أرحنا بها يا بلال، أهل الصلاة الذين إذا حضر وقتها تركوا الدنيا وما فيها، فيه رجال يحبون أن يطهروا قبل الصلاة تطهروا ويتطهرون للصلاة، وإذا دخلوا إلى الصلاة رأيتهم في الصلاة كأنهم في صلاتهم جدر، أي من شدة كأنهم بنيان مرصوص من شدة استقامتهم في صفوفهم. وأيضا إذا حضر وقت الصلاة تركوا كل شيء سوى الصلاة، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإذا عادوا إلى بيوتهم ودخلوا في بيوتهم قاموا أيضا للصلاة وهم في بيوتهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم، هؤلاء الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هم الذين نطقوا بهذه الكلمة من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، مخلصين له الدين حنفاء، وأقاموا الدين بعد ذلك لله، فأقاموا الصلاة وأقاموا الزكاة وأقاموا الصيام وأقاموا الحج واستقاموا على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله، وهي كلمة التوحيد، ثم استقاموا على شرائع الإسلام بعد ذلك، أولئك هم أهل الاستقامة أهل النعمة. أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المجموعة الأخرى أهل النفاق، فإنهم كما قال الله عز وجل عن صلاتهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، صلاة لا ذكر لله فيها، قيام وركوع وسجود والقلب غافل، وهذا أمام الناس. أما إذا خلا ترك الصلاة، العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أيها المؤمنون. ونعود إلى جبريل مع النبي
ليعطينا أيضا الركن الثالث فيقول وتؤتي الزكاة. الزكاة قرنت بالصلاة لأن الصلاة عماد الدين والزكاة العماد الآخر. الصلاة عماد الأعمال البدنية والزكاة عماد الأعمال المالية، والله جل جلاله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فمن اتقى الله في البدن ولم يتق في المال فما هو من المؤمنين. يقول الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إنه الإيمان، إنه الإسلام والإيمان والإحسان يتجلى في الأركان إذا اجتمعت، وإنه الكفر والنفاق والشقاق يتجلى في التفريق بين شعائر الله. من يقول أنا أصلي ولا أزكي فهو كافر، ومن يقول أنا أزكي ولا أصلي فهو كافر، وما أجمعت الأمة على كفر أحد مثل ما أجمعت على كفر تارك الصلاة وكفر تارك الزكاة. أيها المؤمنون، ونعود لجبريل عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ليقدم المعلمة الرابعة من معالم هذا الدين، وهو ركن الصيام. وهذا الركن يقابل الصلاة، فالصلاة فعل والصيام ترك. فالصلاة فعل يقوم البدن فيه بالقيام والركوع والسجود، والصيام ترك عما شهت النفس واشتهت ونهى النفس عن الهوى. والعبادة فعل لله وترك من أجل الله، فإذا أمرنا الله بالفعل قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا أمرنا الله بالترك قلنا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من أمر ونهي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا، سمعنا أوامر الله وأطعنا، سمعنا النواهي التي نهانا عنها الله وأطعنا. غفرانك ربنا على كل تقصير في الأمر، وغفرانك ربنا على كل تقصير في النهي. ويقول الله بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصيام جنة والصيام ركن من أركان الإسلام. وينتقل بنا جبريل مع النبي إلى الركن الجامع لكل الأركان، ألا وهو ركن الحج. فيه الأعمال البدنية، وفيه الأعمال المالية، وفيه أيضا الأعمال القلبية والأعمال الأخلاقية، فهو جامع لكل أركان الإسلام. ولذلك لم يفرض في العمر إلا مرة، بينما الصيام فرض في كل عام، وبينما الصلاة فرضت في كل يوم، وبينما الزكاة فرضت في كل عام. أما الحج فلأنه جامعة الأعمال الصالحة فقد فرض في العمر مرة واحدة، ونحن اليوم قد دخلنا في أشهر الحج وانتصفنا بين شهريها، بين شهورها. قبل هذا الشهر كان شهر شوال، وهو الشهر الأول من أشهر الحج، وبعد هذا الشهر الذي هو ذي القعدة يدخل شهر الحج. الحج أشهر معلومات، والعجيب أن الله عز وجل في القرآن يقول الحج أشهر معلومات، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة يقول الحج عرفة. نعم، الحج أشهر معلومات من حيث الزمان، والحج عرفة من حيث المكان. فمكان الحج عرفة، فمن جاء لكل مكان في الدنيا ووقف في كل مكان إلا عرفة لم يقف فيها فلا حج له، لأن الحج عرفة. ونحن اليوم في أشهر الحج وفي شهر ذي القعدة، شهر التلبية بالحج الذي لبى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لبى في اليوم الرابع والعشرين وقيل الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وأخذ يمشي من المدينة إلى مكة، واستمر في سيره 9 أيام، ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. فيا ترى ماذا فعل المصطفى في سيره، وماذا فعل عند وصوله في حجة الوداع، حجة البيان، حجة البلاغ؟ اللهم تقبل حجنا واغفر لنا، استغفر الله يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فرض الحج على عباده المؤمنين، وأمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج فأذن في الناس، فبلغ الله نداء إبراهيم كل من على وجه الأرض ومن في الأرحام ومن في الأصلاب إلى قيام الساعة، وكل ملب لبيك اللهم لبيك ملب لنداء إبراهيم. ومن حج مرة فقد لبى مرة، ومن حج مرتين فقد لبى مرتين، ومن حج أكثر فقد لبى أكثر. أيها المؤمنون، إن التلبية بالأرواح والقلوب قبل أن تكون بالألسن والأبدان. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما أجمل هذا الإسلام، لو نظرت إلى أركانه لوجدت أنها تصنع نسيجاً من الأخلاق لتختصر رسالة الإسلام في الأخلاق. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن البخل وتأمر بالكرم، إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين. والزكاة تأمر بالكرم والإنفاق وتطهر النفس والسرائر، وكذلك الصوم يزكي النفس ويطيبها، ويشعر الصائم بحاجة الفقراء والمساكين فيجود ويتكرم. والحج اجتماع سنوي ومؤتمر إسلامي عالمي يرتبط فيه الحاضر بالماضي، وتجتمع فيه الأمة من أقطارها. إنه المؤتمر الإسلامي العام الذي أسس يوم خلق الله الأرض. إن أول بيت أوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما من نبي بعثه الله إلا وحج البيت، والملائكة حجت البيت، وآدم نزل من الجنة وطاف بالبيت، وحجر من الجنة في ركن هذا البيت، وهو الحجر الذي يطلق عليه الآن الحجر الأسود، وكان يوم نزوله من الجنة أبيض يشع نورا فاسود من سيئات بني آدم. وهناك، وما أدراك ما هناك، في رحاب ذلك البيت المبارك الذي تبارك بفضل الله وأمر الله. إن أول بيت نضع للناس للذي ببكة مبارك، مبارك كل شيء فيه، فالطواف فيه مبارك، الطواف عليه مبارك، والصلاة عنده مباركة. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بركة الصلاة في المسجد الحرام، فقال: صلاة في المسجد الحرام كمئة ألف صلاة فيما سواه. 100,000 صلاة فيما سواه، يعني لو جلست يوما واحدا في الحرم تصلي فيه فكأنما صليت 500,000 صلاة، 500,000 صلاة. وإذا جلست فيه يومين فكأنما صليت 1,000,000 صلاة، فكيف إذا جلست فيه أيام الحج؟ وما هي أيام الحج؟ أيام الحج 5، أولها يوم التروية،
وسمي يوم التروية بالتروية لأن أهل مكة يحملون الماء يروون به الحجاج في منى، فيسمون اليوم الثامن يوم التروية، أي يروون الحجيج بالماء، وهذا كان قبل الإسلام، فجاء الإسلام فأقره. ومن أفضل الأعمال في الحج أيضا بعد العج والثج إسقاء الناس الماء البارد يوم التروية. ثم بعده يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ إنه يوم الاعتراف، يوم اعترف فيه آدم وحواء بذنبيهما بعدما تلقى آدم من ربه الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذه الكلمات لا تخص آدم وحده، بل تشمله وتشمل حواء. ولما كانت الرسالات في الرجال فقط نزل الكلام على أو نزلت الكلمات على آدم، فأصبح نبيا بها، ولم تنزل على حواء، ولو نزلت على حواء لكان في هذه البشرية أنبياء من الرجال ونبيات من النساء. فتلقى آدم من ربه كلمات، يا ترى ما هي الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تلقى آدم الكلمات في عرفة، في مكان عرفة، وفي يوم عرفة، ونطق بها في عرفة، فكانت عرفة موطن الاعتراف بالذنب، ومن أحسن الأدعية فيها الاعتراف لله جل جلاله بألوهيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء عرفة، وهذا أفضل الدعاء. ومن قال هذا الدعاء في عرفة أو في غير عرفة 10 مرات كأنما أعتق 4 من رقاب بني إسماعيل، ولو قالها 100 مرة حرس ذلك اليوم من الشيطان فلا يقربه. أيها المؤمنون، وفي عرفة أيضا تعارف بين المؤمنين، كما تعارفت الأرواح في عرفة يوم خلقها الله، بعدما تلقى آدم من ربه الكلمات وتاب عليه مسح الله على ظهر آدم في عرفة، فمسح على شق ظهره الأيمن فأخرج ذرية أمثال الذر، ومسح على شقه الأيسر فأخرج ذرية أمثال الذر. وخاطب الله هذه الأرواح فقال جل جلاله: ألست بربكم؟ وهذا الخطاب كان في عرفة. قالوا: بلى. فشهدت البشرية جميعا ذكورا وإناثا من عهد آدم إلى قيام الساعة أن ربهم الله، فلم تختلف البشرية في الربوبية، وآمنت البشرية بأن الرب واحد لا شريك له رب العالمين. وما أنكر هذا إلا أفراد معدودين على الأصابع، منهم النمرود ومنهم فرعون. فالنمرود قال: أنا أحيي وأميت. قال له قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فنافس وقال: أنا أحيي وأميت، وادعى بذلك الربوبية. فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وأما فرعون في مصر فقال: أنا ربكم الأعلى، وهو يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. كيف تقول أنك الرب الأعلى وتريد أن تعلو إلى السماوات لتجد أو لترى أو تطلع على إله موسى؟ فمن الأعلى يا فرعون؟ هناك اعترفت البشرية بما فيها فرعون وهامان وبما فيها النمرود وبما فيها كل من ادعى الربوبية.
أن رب العالمين واحد هو الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم في عرفة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. والذي نفسي بيده لو قال الله في ذلك الموطن ألست بإلهكم وقالوا بلى لما وجد كافر على وجه الأرض ولا أسلمت البشرية جميعا، ولكن قال ألست بربكم لأنه قد كتب أن عباده منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وأن من عباده من سيكون مصيره النار ومنهم من سيكون مصيره الجنة، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. عرفة فيها أيضا تعارف وتآلف بين الأرواح على حد حالها، فأرواح الصالحين تعارفت وتآلفت، وأرواح الكفر والفجر والمفسدين تعارفت وتآلفت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها في عرفة يوم خلق الله الأرواح وقال لست بربكم، ما تعارف منها ذلك اليوم ائتلف في الدنيا إذا حضر فيها، وما تناكر ذلك اليوم اختلف. فإذا جئنا في الحج لعرفة ووقفنا في عرفة وقد خاطبنا الله، خاطب أرواحنا في عرفة قبل أن يخلق أجسادنا وقال لنا ألست بربكم، وجئنا إلى عرفة وقلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الحمد لك أن خلقتنا والملك لك أن ملكتنا والنعمة لك أن هديتنا، فله الحمد لأنه رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الملك إذ ملكك القدرة والإرادة فتمشي بإرادتك وتأتي بإرادتك وتلبي بإرادتك وتعمل بإرادتك، وأيضا له النعمة أن هداك للإسلام. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وفي عرفة نزلت آية هي من أعظم آيات القرآن وفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وفرحت بها أمة الإسلام، وحسدنا عليها اليهود حتى قال قائلهم والله لو أن هذه الآية نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. إنها آية الكمال، آية التمام، آية الرضا. اليوم يوم عرفة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكمل الله الدين لنا، فهل نرضى أن ينقص الدين ونحن أحياء؟ رضي الله لنا الإسلام فهل نرضى بغيره؟ أتمه لنا، أتم علينا النعم، فهل نرضى بزوالها؟ أيها المؤمنون، إن قراءة كل مسلم في صلاته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لتربط هذا المسلم بهذه الأمة الواحدة من عهد آدم إلى قيام الساعة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فتبا لكل دعاة التفرقة الذين يفرقون بين هذه الأمة على أي أساس كانت تفرقتهم، والله جل جلاله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحنا بهذا الإسلام إخوانا بعدما كنا أعداء يضرب بعضنا رقاب البعض. انظروا إلى تاريخ العرب قبل الإسلام وإلى تاريخ البشرية قبل الإسلام، فما عرفت المعمورة استقرارا إلا بعدما نطقت الألسن بكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعملت الألسن والجوارح بمقتضاها. أيها المؤمنون، إن الله جل جلاله يقول أدعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم وجاز عنا صحابته الكرام خير الجزاء. اللهم ارض عنهم وارضهم وارض عنا معهم. اللهم جاز عنا التابعون لهم بإحسان، واجعلنا من التابعين لهم بإحسان. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف اللهم عنه وجنبه بطانة السوء. اللهم احفظ ولي عهده ولي عهده، وخذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلدان المسلمين من طغيان الطاغين، ومن اعتداء المعتدين، ومن فجور الفاجرين، ومن فسوق الفاسقين. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، وارزقنا صلاة فيه قبل الموت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم. تابعونا على صفحاتنا التالية.